مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العناوين. الأحزاب تتابع تنسيق مواقفها من التحوير الوزاري الجزئي وثقة قرطاج، والطبوب يؤكد بعد لقاء مع الشاهد أن صوت الحكمة والعقل سيتغلبان. وزيرة المالية تنفي رفض صندوق النقد الدولي منح تونس قسطين متبقيين من قرض، وتؤكد أن هناك فرضيات عديدة بشأن البنوك العمومية. القوات العراقية تتابع تقدمها في عدد من محاور القتال في الموصل، وتحذيرات أممية من موجة نزوح واسعة للمدنيين. أهلا بكم مجددا. اختتم الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مساء الاثنين سلسلة المشاورات التي بداها على خلفية التحوير الوزاري الجزئي الأخير بلقاء الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمى الهمامي، الذي وصف التحوير الوزاري الجزئي بالاستفزازي. المحور نتاع اللقاء كان التطورات الأخيرة في الوضع الأوضاع في البلاد. بطبيعة الحال تعرضنا للتحوير الوزاري الأخير، تصريحات رئيس الحكومة نتاع البارح اللي هي الجبهة الشعبية تعتبرها تصريحات خطيرة، وكذلك على تصريحات نتاع وزيرة المالية، واللي كلها في الحقيقة تصب في مصب واحد اللي هو نجم نسميه التسريع بتنفيذ أكل الإجراءات الموجعة للشعب والموجعة منها لتونس. تحوير استفزازي وخطير، استفزازي من ناحية وأنه بالنسبة للأشخاص أو اللي جابوهم في المراكز فهمتي منها، هذه وظيفة عمومية، مؤسسات عمومية، يجيبوا لها مسؤول من منظمة الأعراف اللي نعرفوه بكلها يدافع على الخوصة ويدافع على القطاع منها الخاص. ورفضنا لتعيين معناها أنه عضو مكتب تنفيذي من اتحاد الصناعة والتجارة معناها على رأس هذه الوزارة، لأني كما قلت فيها معناها إشكاليات كبرى وفيها معناها حراك معناها كبير جدا، ويمكن للسيد رئيس الحكومة وهذا اللي قلته معه أنه اقتراح الشخصي اللي وقع اقتراحها أني تعين في وزارة من الوزارات الأخرى. إن شاء الله غدوة كذلك عندي لقاء مع سيادة رئيس الجمهورية في كارتاج، وإن شاء الله نتجاوز هذه المحنة ونتجاوز هذا الإشكال، لأن تعرف بلادنا اليوم ما هيش في حاجة إلى أكثر لتوترات اجتماعية، الوضع صعب وصعب للغاية، علينا أن نتضافر جهودنا باش نعطوا إشارات إيجابية لأبناء شعبنا. وكان تحوير الوزارية الجزئية الذي أجره رئيس الحكومة يوسف الشهد السبت الماضي محور اللقاء الذي جمع في وقت سابق من صباح الاثنين رئيس الحكومة يوسف الشهد بالأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. تسارعت ردود الفعل على الساحة السياسية التونسية خلال الأيام الأخيرة بعد التحوير الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الحكومة السبت الماضي، والذي طرح أكثر من تساؤل حول توقيته والجدوى منه. موضوع كان اليوم محور اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. الطبوبي صرح إثر هذا اللقاء أن تونس لا تتحمل في الوقت الراهن أي توترات، ولا بد من تغليب روح المسؤولية. إن شاء الله نقول أنه صوت الحكمة والعقل هو اللي تغلب في الأخر، وبلادنا ماهيش ناقصة توترات، وروح المسؤولية العالية يلزمها تكون متوفرة عند الناس كل، وإن شاء الله نقول في الأخر دائما وأبدا تونس هي اللي تبقى ديما منتصرة. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بيّن في لقاء تلفزيوني خاص بيّن أن إقالة وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي من منصبه جاءت بسبب ما صنف حيادة عن النواميس المعمول بها في العمل الحكومي. سيد عبيد البريكي هو وزير في حكومة ككل الوزراء لا أكثر ولا أقل، والعمل الحكومي سي حمزة فيه ضوابط، العمل الحكومي فيه نواميس، وقدرت أنه سيد عبيد البريكي حاد على هذه الضوابط وبالتالي قرر تغييره، وهذا دوري كرئيس حكومة. رئيس الحكومة يوسف الشاهد نفى أن يكون تعيين القيادي في منظمة الأعراف خليل الغرياني بدل عبيد البريكي يحمل رسالة مشفرة إلى المنظمة الشغيلة. ما نخدموش بالرسائل، احنا عادنا الشعب التونسي بالصراحة، وأنا صرحت وقلت هذا راهو ما فما حتى مشي، والسيد خليل الغرياني مش باش يخدم وحده في وزارة، باش يخدم تحت رئاسة حكومة ورئيس حكومة. مسألة الإهانة هذه غير صحيح، فماش
فماش وزير يستقيل على مراحل، ما انا غدوه الوزير الفلاني يقول لي انا جمعه جايه باش نستقيل، فما الدوله نسيروا فيها، والدوله فوق الاشخاص. الدوله فوق الاشخاص، وحق رئيس الحكومه في اختيار فريقه الحكومي ضمن اليات التشاور والتنسيق مع الاطراف الموقعه على وثيقه قرطاج، كانت من ابرز النقاط التي تضمنها البيان المشترك لحزبين داء تونس والنهضه عقب اجتماع مشترك سرعا بعقده على خلفيه الجدل الذي رافق هذا التحوير الوزاري. البيان حمل توقيع كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحافظ قيد السبسي المدير التنفيذي للنداء. دعا رئيس الحكومة للاجتماع بالأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والمكونة لحكومة الوحدة الوطنية لتقييم أداء الحكومة وتدقيق أجندة العمل الحكومي وأولوياته في هذه المرحلة الدقيقة. تم الاتفاق بين الهياكل المهنية المماثلة للصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية والطرف الحكومي على تعليق العمل بالمنشور عدد 4 فورا والبدء بتنقيح الأمر عدد 4030 الصادر في 2014، وخاصة في جزئه المتعلق بعلاقة الموظف العمومي مع وسائل الإعلام. ونقلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه سيتم في 3 مارس المقبل تنقيح الأمر المذكور وإلغاء المنشور عدد 4 نهائيا. الاتفاق جاء خلال لقاء انتظم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة بين الطرف الحكومي الممثل في الناطق الرسمي باسم الحكومة ومستشار رئيس الحكومة للإعلام، وبين الأطراف المهنية الممثلة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة لمؤسسات الإعلام. اتفقنا على مراجعة الأمر عدد 40-30 لسنة 2014، خاطر نحب نذكر انه المشكل جايه من الامر هذايا اللي هو سابق للحكومه نتاعنا صادر في 2014، وخاصه في قسمه المتعلق بعلاقه العون العمومي بوسائل الاعلام. تم الاتفاق على مراجعه هذا الامر، وتبعا لذلك تعليق العمل بالمنشور عدد 4 سنه 2017 اللي بديهيا يتم إنهاء العمل به آليا بصدور الأمر الجديد. تم التوصل إلى تعليق العمل بالمنشور عدد 4، وأيضا مراجعة السبب الأساسي لهذا المنشور واللي هو الأمر 40-30 الصادر في 2014، وسيراجع من هنا إلى يوم الجمعة القادم يوم 3 مارس سيراجع الأمر، لأنه تعرف أمر يجب أن يلغى بأمر آخر. وطبعا المنشور عدد 4 الذي سيعلق الآن آنيا سوف يلغى نهائيا بمجرد مراجعة الأمر 40-30. عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد جلسة استماع لوزيرة المالية لمية الزريبي حول واحدة من الشركات المصادرة، وهي شركة إسمنت قرطاج التي تشكو وضعية مالية صعبة وفق المتدخلين. نفت وزيرة المالية لمية الزريبي ما راج حول رفض صندوق النقد الدولي منح تونس القسطين المتبقيين من القرض الذي تحصلت عليه سابقا، وأن ما تم هو فقط تأجيل هذين القسطين ولذين يبلغان 650 مليون دولار. باش نتموا نقاشها في مارس للقسط الثاني والقسط الثالث، وقاعدين احنا في مفاوضات ومحادثات يومية مع صندوق النقد الدولي. وبخصوص التفويت في البنوك العمومية، قالت الزريبي إن هذه البنوك التي تم رسملتها سابقا تشهد إعادة هيكلة، وموضوع التفويت سابق لأوانه، وأن الحديث فقط حول عدد من الفرضيات، مضيفة أن هناك توجه نحو إعادة النظر في تموقع الدولة في هذه البنوك العمومية. فرضية لإدخال معناها شريك تقني، وفرضية لإدخال شريك استراتيجي بنسب معناها، وفما فرضية لدمج، أكدت أن هي فرضية صعبة التطبيق هذه لعدة اعتبارات. تصريحات تأتي على هامش جلسة استماع لوزيرة المالية لمية الزريبي صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حول الوضعية المالية للشركة المصادرة إسمنت قرطاج التي تمر هي الأخرى بوضعية وصفها الحاضرون بالصعبة. المؤسسة عندها اليوم 19% من السوق، وشركة معناتها ما بين هي كوليدر نتاع السيكتور، عندها الحصة مع الأكبر في السوق الوطنية وعندها في التصدير، قاعدة تقدم على المستوى التجاري، لكن فما صعوبات مالية ما نجمش ننكروها باعتبار هي شركة مصادرة. العدد الكبير نتاع العوين هو موجود فاق 800، وفيه الإمكانية كونه شركة تعمل مشاريع استثمارية تستوعب فيه
عدد كبير من العمال. توقت واحد يبيع حاجة يبيعها بسوم غالي، ما يبيعهاش بسوم رخيص. لو أنا كان تو السهم نتاعها تقريبا دينار و600، وإذا كان مش يخرج الخبر نتاع التفويت نتاعها بتاع بيت الحال مش يشراها، يحاول يشراها بأرخص الأسعار. فأنا من رأيي هذه حل. في تقريرنا الختامي احنا بيدنا تو نعطيه رأي اللجنة، لأنه اليوم شفنا أنه فما آراء كما كنت تحكي أنت، فما رأي ضد ورأي معاه. تم اتخاذ القرار لكن ما زلنا ما تقدمناش في الإجراءات، معناها ما زلنا في المراحل الأولية للتفويت في هذه الشركة. وكان رئيس فريق العمل المكلف بتقديم تقرير حول وضعية الشركة قال إن هناك حلولا بديلة، منها إعادة هيكلة الشركة وديونها وحل أزمة الترويج. قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن التصدي لظاهرة الإرهاب لا يمكن أن يكون ناجعا وفعالا دون دعم مسار التعاون العربي المشترك في اتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الأقطار العربية والنهوض بالاستثمار العربي خاصة في الدول الأقل نموا. وشدد الطرابلسي في كلمة ألقاها صباح الاثنين بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية على أن خطورة الإرهاب تكمن في تحولها اليوم إلى ظاهرة دولية تهدد أمن واستقرار جميع الأقطار، وتعمل على تفكيك أواصر الدولة والقضاء على مؤسساتها، مستعرضا مجهودات تونس للقضاء على هذه الظاهرة. وأكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجناوي في كلمة تونس التي ألقاها بجنيف في الجزء رفيع المستوى لإشغال الدورة العادية 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، أكد أن تونس ماضية في إرساء دعائم مجتمع ديمقراطي حدثي تصان فيه الحقوق والحريات. في حديثه عن تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي أن دستور الجمهورية الثانية أسس لمقاربة شاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان. ومن أهم مكاسب دستور تونس الجديد أنه أكد على مدنية الدولة، وأسس لمقاربة شاملة متعددة الأبعاد في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، تأخذ بعين الاعتبار جملة من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حد سواء. من جهة أخرى شدد الجهناوي على أن ما تحقق من نجاحات على المستوى السياسي لا يمكن أن يحجب جسامة التحديات المطروحة خاصة في المجال الأمني. كما أن تنامي ظاهرة الإرهاب التي تمثل انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، علاوة على ارتباطها الوثيق بشبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتهريب وغسل الأموال والاتجار بالبشر، يستدعي منا جميعا مضاعفة الجهد في مجال تعزيز التنسيق والتعاون الأمني للتصدي لهذه الآفة والتوقي من تداعياتها واحتواء ارتداداتها على جميع الدول وخاصة النامية منها. كما جدد وزير الشؤون الخارجية تأكيد مساندة تونس لكل المبادرات والمسارات الرامية إلى تجنيب الإنسانية ويلات الحروب والنزاعات المسلحة، داعيا في هذا الإطار المجموعة الدولية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق. وأن تونس وإذ تثني على جهود مجلس حقوق الإنسان في مجال التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم ووقوفه إلى جانب القضايا الحق والعدل، فإنها تدعوه من أعلى هذا المنبر إلى مزيد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من انتهاك ممنهج وواسع النطاق لكافة حقوقه المشروعة. وأكد الجهناوي في ختام كلمته عزم تونس على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومع كافة الآليات الأممية والإقليمية ذات الصلة. في تطورات الملف العراقي، تواصل القوات العراقية تقدمها غربي الموصل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، في الأثناء تتواصل موجة نزوح المدنيين من الجانب الغربي للمدينة. بعد 8 أيام من المواجهات، تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على الجسر الرابع الاستراتيجي غرب الموصل، في تطور ميداني من المرجح أن يدعم القوات العراقية في جلب التعزيزات والإمدادات التي تحتاجها من الجانب الشرقي للمدينة. وكانت 4 جسور من أصل 5 في الموصل دمرت العام الماضي خلال غارات جوية شنها طيران التحالف الدولي تنفيذا لخطة عسكرية كان هدفها
حصار التنظيم الإرهابي في الجانب الغربي حتى إتمام الحملة العسكرية ضده في الجانب الشرقي. وأكدت مصادر رفيعة في الشرطة الاتحادية العراقية أن قواتها باتت على بعد أقل من 3 كيلومترات إلى الجنوب عن مركز الموصل بعد استعادة السيطرة على أحياء الطيران والمأمون والجوثق الاستراتيجية. تطورات ميدانية يرجح المراقبون أنها ستزيد من تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي المتحصن داخل الأحياء السكنية وسط نحو 750,000 مدني. المعسكر يقع على منطقة ربوة مرتفع، فداعش لا يستطيع أن يضرب لا بالنيران غير مباشرة ولا بالقذائف، باعتبار أن القذيفة تفقد نصف قوتها وإمكانيتها وقدرتها بعملية الصعود، لكنها بالنزول تجد عملية إزاحة وتأجيل أكثر. ورغم تقدمها باتجاه مركز المدينة، تؤكد المصادر العسكرية العراقية أن معركة استعادة الجانب الغربي للموصل سيكون أصعب بكثير من مواجهات الشهر الماضي والتي أسفرت عن استعادة السيطرة على كامل الجانب الشرقي من المدينة. شرق الموصل كانت عبارة عن أراضي واسعة ووجود بها مباني كثيرة، ولكن حاليا هنا نجد المباني مزدحمة ضمن مركز المدينة، وكل ما نتقدم قاعد تتعرض الخسائر البشرية المدنية. وفي ذات السياق رجح القائد الأمريكي في العراق سيطرة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على معاقل التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق خلال 6 أشهر، في الأثناء وتأكيدا للتحذيرات الأممية بشأن موجة نزوح حادة من شأنها تفجير كارثة إنسانية غرب الموصل، فر أكثر من 10,000 مدني من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي طلبا للرعاية الصحية والغذاء والماء، واضطر المدنيون إلى قطع الصحراء مشيا مدة ساعة على الأقل للوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات العراقية والفرار من حصار التنظيم الإرهابية المفروض عليهم منذ أكثر من 3 أعوام. يتم النشر مشاهدين، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الأحزاب تتابع تنسيق مواقفها من التحوير الوزاري الجزئي ووثيقة قرطاج، والطبيب يؤكد بعد لقاء مع الشاهد أن صوت الحكمة والعقل سيتغلبان. وزيرة المالية تنفي رفض صندوق النقد الدولي منح تونس قسطين متبقيين من قرض، وتؤكد أن هناك فرضيات عديدة بشأن البنوك العمومية. القوات العراقية تتابع تقدمها في عدد من محاور القتال في الموصل، وتحذيرات أممية من موجة نزوح واسعة للمدنيين. شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.